يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس اليوم بضريح محمد الخامس بالرباط حفلا دينيا بمناسبة الذكرى 21 لوفاة الملك الحسن الثاني. فسيح الجنات أمير المؤمنين يحيي هذه الذكرى محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. هي مناسبة نستحضر فيها المغاربة بكل تقدير وإجلال المسار المتفرد لملك عظيم وهمام وزعيم مؤثر طبع ببصماته التحولات الكبرى التي عرفتها المملكة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، كما أثر بشخصيته وحكمته وبعد نظره في الأحداث العالمية الكبرى التي ميزت عهده. فقد شكل يوم التاسع من ربيع الثاني 1420 الهجرية بالنسبة للمغاربة قاطبة يوما حزينا، ودعوا فيه قائدا عظيما.